السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا ومشاهدين برنامج دوري الرياضية في حلقاتنا المستمرة في هذا الدوري. زي ما قلنا في أول حلقة، هذا البرنامج اللي يجي يعني مجهز بكل شيء عشان الدوري نفس طويل، لذلك راح يستمر معانا الحلقة الأخيرة ويحصد الكاس وياخذ الجائزة الكبرى في برنامج دوري الرياضية. جوائزنا 250,000 وكاس، وحتى اللي يخسر معانا من أدوار التمهيدية ياخذ جائزة، يعني إن شاء الله ما في أحد معنا خسران. لذلك خلونا في البداية نرحب مع ضيوفنا الكرام الكباتن اللي شرفونا في الاستديو، الكابتن وليد محبوب والكابتن محمد سالم، حياكم الله. الكابتن محمد سالم والكابتن وليد محبوب، حياكم الله معانا في دوري الرياضية، والناس تعودت عليكم في الملعب داخل المستطيل الأخضر. اليوم جاهزين نقول في هذا الدوري اللي فيه المنافسة مختلفة جدا إن شاء الله بإذن الله. ها كابتن وليد؟ إن شاء الله بإذن الله جاهزين. طيب عشان نبدأ والناس تبغى تشوف قدراتكم في كل فقرة أنت وضيوفك، خلنا نبدأ بداية بالقرآن. صورة ولا كتابة كابتن؟ صورة. ها أنت تشوف؟ خلاص كتابة. صورة كتابة نبدأ. صورة. صورة. خلاص؟ خلاص. جاهز؟ جاهز. نبدأ معك؟ إن شاء الله. نبدأ مع أول فقراتنا مع الكابتن محمد سالم. حياكم الله مشاهدينا. كالمعتاد فقرتنا الأولى سؤال وجواب. واللي مرة جاهز الثقافة الرياضية مع الضيوف راح يحصد النقاط من البداية، لذلك خلونا في البداية نبدأ مع الكابتن محمد سالم اللي بالقرعة حسمت له، ولذلك كابتن محمد سالم بداية عرفنا بضيوفك. معايا علي حسن. ونعم والله كابتن علي. كان عندنا في نادي الفيصلي طبعا. ما شاء الله حياك الله، هذا ما شاء الله حتى بالمعلومات جاهز معك. إن شاء الله. ومعايا أخوي عدنان، عدنان سالم. ونعم والله فيك. ونعم والله فيك، حياكم الله معنا في الاستوديو، نرحب فيك كابتن محمد سالم وضيوفك الكرام. انتقل للجانب الاخر، كابتن وليد محبوب لاعب نادي الوحده، نرحب فيك وبضيوفك واتمنى انك تعرف المشاهدين فيهم. معايا الاخ سالم، سالم محمد. ونعم. والاخ محمد سالم. ونعم والله عكس الاسماء. حياكم الله شرفتونا. حتى نعرفكم في الفقره الاولى من برنامج دور الرياضيه، 5 اسئله متفاوته الصعوبة، نبدأ بالسهل بعدين المتوسط بعدين الصعب. السؤال السهل 10 درجات، السؤال المتوسط الصعوبة 10 نقاط بعدين 20 نقطة، والسؤال الصعب 50 نقطة. في ميزة في مرحلة من المراحل لما نتخطاها لمرحلة السؤال المتوسط، بإمكان الفريق الآخر يخطف سؤال الفريق الآخر ويحصل عليه 50 نقطة، ولكن في حالة أن خطف السؤال وخسر يعني إجابته خاطئة يخسر 50 نقطة. متفقين؟ تفقيق. واضحة؟ نبدأ معاك كابتن محمد سالم؟ نبدأ معاك ومع ضيوفك الكرام، ونبدأ مع أول سؤال يعني سهل جدا، بما أنك يعني مع الكابتن علي فأكيد يعني إيش المعلومات الرياضية عن نادي الفيصلي ومع أخوك إن شاء الله جاهزين. السؤال السهل يقول متى تأسس نادي الفيصلي السعودي؟ 1954. 1954 إجابة نهائية. نهائية. نسمع لهم تحية. الساعه في البداية هذا زي ما يقولون تسخين. نعم. تمام كابتن وليد، السؤال موجه لك. متى تأسس نادي الوحدة؟ سؤال يعني عشان نعطيكم العشرة نقاط. سهل ها؟ ها. ألف وتسعمية وخمسة وأربعين. جاهزين أصلاً في الإجابة. نسخنهم شوية عشان. جميل جداً، نسمع لهم تحية. جميل جداً. حلو. الآن 10 النقاط. زين نرجع مرة ثانية كابتن محمد سالم بشكل أسرع عشان نشوف إحنا لوين السؤال الصعب والسؤال السهل. طيب تغلب الفيصلي على نادي الشباب في الدور الثاني لدوري جميل 2017 قريب جداً بهدفين. تذكر إيش؟ هدفين الكم؟ الواحد. يا سلام. 2-1. فمن أحرز هدفي الفيصلي؟ بما انك ذكرت النتيجه. سجلها المحترف الروماني. الهدف ولا الهدفين؟ الهدفين.
جميل، يعني زميلك. زميل. حلو، مين اسمه؟ زميلك بالفريق. اكسنت. اكسنتي. اكسنتي. يا سلام عليك، رسالة تحية. ما شاء الله. ما شاء الله. حلو. حلو حلو، إلى الآن ماشي تمام. 20 10. كابتن وليد. واجه الوحدة فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة تاريخية، فماذا كانت المناسبة لتلك المباراة؟ اعتزال حاتم خيم. جميل جدا. جميل. حلو. إلى الآن الوضع طبيعي. ما في أي صعوبة، صح؟ كابتن محمد سالم. السؤال الثالث يقول: في 2007 ايش فيك تغير وجهك؟ كابتن محمد أنا عادي لسه تونا متوسط. إن شاء الله. يقول لك في عام 2007 تفوق الفيصلي على النصر وأخرجه من كأس ولي العهد بركلات الترجيح. تذكر المباراة؟ ترى لسه ما كملنا السؤال. لا ما اتذكرها بس كملت. كيف بتجاوب؟ طيب لسه يمكن كملنا السؤال. يمكن يقول لك تكمله تكمله السؤال نصف الاجابه. صحيح. فيقول لك في 2007 تفوق الفيصلي على النصر واخرجه من كاس ولي العهد بركلات الترجيح في مواجهه شهدت اشهار البطاقه الحمراء. فكم بطاقه اشهرت؟ وبالدقيقه باسماء اللاعبين. ليش تضحك كابتن؟ سؤال صعب؟ ها؟ شوف انه صعب. ها كابتن محمد. 2007 2007 مرة. طيب نعيد السؤال مرة ثانية وبسهل عليكم. شفت وليد تقدر تخطف السؤال؟ ها انا فهمت السؤال بس الإجابة. طيب طيب دقيقة خلينا نسأل مرة ثانية وبحاول أساعدكم فيها. 2007 تفوق فريق الفيصلي على النصر وأخرجه من كأس ولي العهد بركلات الترجيح. في مواجهة شهدت إشهار البطاقات الحمراء. فكم بطاقة أشهرت؟ ما نبغى دقائق ولا نبغى اسماء اللاعبين. بس كم بطاقة؟ تخمين. بطاقتين. أبغى إجابة نهائية الحين أنا. والله بأمانة إحنا مفتكرين المباراة. إيه. فخمنا يعني تخمين. تخطف الإجابة. تخطف السؤال عشان تجاوب. خليه معاهم أحسن. ها مرة خايف على 50. لا قريب على المضمون. كم بطاقة؟ ما راح نقول الدقائق، أنا بعدين راح أقول اسماء اللاعبين اللي حصلوا على بطاقات حمراء، وأبغى أقول لك اسماء اللاعبين اللي وحتى أيضاً بضيف لك الدقائق. هي طبعاً أنت بركلة ترجيح. أحاول كذا أقعد خمس ساعات. طاقتين خلاص خلينا. طاقتين. أكيد؟ أكيد. مرة أنت تكسب طاقتين للفيصلي ولا طاقتين للنصر؟ انت ما حددت الفريق. انا اقول لك مباراه كامله. نعم. يا سلام عليك. فاثنين ولا كم؟ اثنين. اثنين اجابه نهائيه؟ اجابه نهائيه. ها نهائيه. كاس ولي العهد فاكر ولا ما انت فاكر؟ نزيد ولا ننقص؟ هو يقول لعيبه اجابه نهائيه. ثلاث بطاقات اجابه نهائيه. ها؟ اجابه نهائيه؟ نهائيه. اسمع لهم تحيه. كابتن وليد وراك مستغرب. لا اقول جت معاه ما شاء الله. جت معاه. ايوه كويس عشان لا بنساعدك لا تشيل هم. طيب خلينا نذكرك ثلاث بطاقات حمراء. ترى ما هو بدرس كذا شايفه مركز. ابغاك احاول ارجع الذاكره لان الكابتن علي واضح انه فاكرها لكن مو متاكد. هو لاعب من الفيصلي اللي حصل بطاقه حمراء دقيقه 118 فاكر اللاعب؟ لا ما عمر عبد العزيز. طاقتين للنصر دقيقة 90 أحمد سعد ومنصور الثقفي دقيقة 100 واضح؟ واضح. إجابة واضحة؟ إجابة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. إيه ما يحتاج خلاص الحين قلنا الإجابة. طيب نرجع للكابتن وليد محبوب وسؤال جدا سهل. طبعا هذا السؤال حصلتوا عليه على 20 نقطة لأنه سؤال متوسط الصعوبة فتحصلون الآن على 40 نقطة. السؤالين الأولى 10 10 وهذا السؤال 20. الآن السؤال مقدم لك كابتن وليد أنت وضيوفك على 20 نقطة. السؤال يقول: من هو اللاعب الذي مثل الوحدة وتمكن من تحقيق 30 هدفا رسميا مع المنتخب السعودي؟ اسم لازم تعرف لاعب بالوحدة مثل المنتخب سجل 30 هدف رسمي مع المنتخب. عندك السؤال؟ عندك الجواب؟ والله هذا التحدي صار. لاعب شارك مناسبات قديم هو مناسبات ما هي سهلة. شارك كأس العالم، كأس العرب.
عبيد الدوسري إجابة نهائية؟ بإذن الله إن شاء الله. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. عندك الإجابة؟ مرة نعطيهم السؤال؟ ولا؟ نهائي. نهائي. جمهور معك. نهائي. نهائي. إيش بك كابتن سالم؟ خايف هو. خايف؟ واضح إنك أنت خايف إنه هو يجاوب صح. لذلك نسمع لهم تحية، إجابة صحيحة. حلو حلو حلو. كابتن محمد سالم عارف الإجابة فيقول يا رب ما يشوفوك. طيب نرجع نوجه السؤال مرة أخرى. أيضا سؤال متوسط السهولة، متوسط الصعوبة وعليه 20 نقطة. السؤال يقول في عام 2014 تواجه الفيصلي والباطن ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، فكم النتيجة التي انتهت عليها المباراة؟ 2014 لاعب أنت محمد سالم، يعني أنت كنت موجود. طيب قدام الباطن فزتوا ولا انهزمتوا اولا؟ كاس الملك خسرنا 2014. انت لانك تطالع فيني خسرنا الظاهر، ما في الظاهر. شوف انا الان صعب اني اعطيك رجال. كاس الملك، كاس الملك 2014 افتكر امام الباطن كانت المواجهه. فاكر المباراه ولا ما تتابع الا الوحده كابتن؟ والله ما تتابع، بس كاس الملك يعني كاس الملك 2014 خرج كاس الملك، كانت المواجهه امام الباطن. فانت النتيجه كم؟ 2015 لما انحرز لازم تعطيني النتيجه بعد كابتن، مو بس انكم فزتوا ولا انهزمتوا. النتيجه شويه ممكن تخمن تعرف الفريق، بس النتيجه ودك تخمن تسحب السؤال؟ عندك 50 نقطه؟ لا صعب، اذا هو لاعبها ما اتذكر. والله جاوب صحيح. ها كابتن كابتن طب خلينا نبدا حبه، فزتوا ولا انهزمتوا في المباراه؟ خسرنا 1-0 الظاهر. انت اللي قلت خسرت. كابتن تقريبا 1-0. طيب اذا خسرتوا معناته ما تحيه ولا لا؟ تحيه على الاجابه انه جبناها، لكن على الخساره لا طبعا. كابتن مشكلة لا جبت الإجابة ولا فزتوا. أنت قلت جواب نهائي؟ لا ما قلت جواب نهائي. يعني فزتوا ولا انهزمتوا؟ عشان ها كابتن حتى الجمهور يعني متردد يصفق يقول له ها جواب نهائي. إجابة نهائية كابتن قول. لا دقيقة لا دقيقة كثير قول. الله كابتن محمد سالم مرة ها يلا خذها احتفل. خسرنا 1-0. خسرت 1-0 للاسف. تصفق؟ ها؟ للاسف اجابه خاطئه، اجابه خاطئه. فاز وقتها الفيصلي 4-1. 4-1 تذكر الحين المباراه كابتن؟ نهائيا 2014 كابتن ما اتذكر، يمكن ما لعبتها من كثرة الفوز كابتن، وإن شاء الله دائما تحقق الفوز. آمين. دائما الفوز حليفك. طيب الآن الكابتن خسر 20 نقطة معاه فقط الآن 40 نقطة. أرجع أوجه لك السؤال كابتن وليد محبوب في سؤال متوسط الصعوبة. تفوق الوحدة على الاتحاد في جدة بهدفين نظيفين ضمن الدوري السعودي الممتاز الموسم الماضي، فمن سجل هدفي الوحدة في تلك المباراة؟ موسم 2015 2016 في جدة، في جدة مواجهة في الجوهرة، مباراة في الجوهرة. نعم في الجوهرة سجل أهداف علي عواجي. أيوه وأرنست. فاكر المباراة كابتن؟ يستاهل تحية، يستاهل تحية. نعم نعم، لأن معلومة الكابتن وليد عبد الله هو جالس يتذكر المباراة، جالس يمشي حبة في جدة. نعم في جدة. نعم جوهرة. نعم مباراة ما تنسي صراحة، مباراة ما تنسي، حتى كان الفرحة جنونية بعد المباراة. نعم. صحيح كابتن؟ صح. طيب أسألك كابتن قبل أن ندخل السؤال الأخير، يعني اليوم أنت جيت بضيوفك، ودي أعرف ليش اليوم اخترت الكابتن سالم والكابتن محمد، واحد مثلا متخصص في التاريخ، واحد متخصص في الجيم، إيش يعني علاش اليوم بنيت فريقك؟ والله شوف أنا بنيت فريقي نعم على الأمل. أكيد الأمل. عندي ما شاء الله سالم يعني عنده خبرة في التاريخ ما شاء الله. حلو. يعني يحفظ التواريخ.
جميل. فهذه ميزه يعني. جميل. كابتن محمد، وكابتن محمد ما شاء الله يعني عنده يعني ثقافه عامه. حلو ما شاء الله. وانت اكيد ساعدته من ناحيه التاريخ اللي انا كنت لاعب في النادي طبعا. جميل. فهذا الشيء ان شاء الله يساعد. لسه في المرحله الاولى كابتن، في مراحل صعبه. اكيد اكيد. طيب نشوف كابتن محمد سالم. ذكرت لنا الكابتن علي لاعب في نادي الفيصلي، ايش كان دوره في 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 المشاركه عشان نعرف تكتيك المدرب؟ ايش اسئله محمد سالم اليوم؟ والله انا اخترت اخوي علي طبعا لانه كان لاعب عندنا في النادي. حلو. وكان اقدم مني ما شاء الله، كان في النادي يعني له يمكن حوالي في نادي الفيصل اجى 6 سنوات، فقلت اكيد انه عنده معلومات عن النادي كبيره، فعشان كذا حبيت اني استعين فيه في المشاركة. جميل جدا. طيب الان باقي السؤال الاخير، سؤال صعب بس انا واثق انكم قادرين انكم تجاوبونه لانه المرحله لسه ما حسمت. السؤال يقول كابتن محمد سالم في عام 2010، معلش التواريخ لازم تستعين، لازم بالكابتن علي، تستعين باخوك اذا ما استعنت فيه الان تستعين فيه في الجولات القادمه، يعني لسه عندك بدري. لكن خلينا نقول في عام 2010 صعد الفيصلي للدوري الممتاز، تتذكر كابتن صعود 2010 قبل نهايه دوري الدرجه الاولى بثلاث جولات بعد فوزه على مين؟ فمو هذا السؤال. انتم حسمتوا الصعود 2010 امام قبل لا ينتهي الموسم ثلاث جولات، لعبتوا امام مين؟ عشان اكمل لك السؤال. انا افتكر والله. طيب قدام ابها، قدام ابها وفزتوا 3-0، فكم كان مجموع النقاط التي ضمن بها النادي الفيصلي الصعود؟ كابتن وليد يضحك، ليه؟ صعبه مره؟ هم كانوا يتوقعون اول شيء الفريق المنافس مين؟ بعدين كانوا يتوقعون النتيجه كم انتهت؟ صح. يعني السؤال يقول كم نقطة حسم فيها الفيصلي الصعود؟ ها؟ 2010 60 نقطة؟ أبغى جواب نهائي. عندك ميزة أصحاب السؤال إذا أنت عارف النتيجة. 2010 صعد الفيصلي، ما متأكد كم نقطة صعد فيها؟ 57 60. عطني جواب نهائي. كابتن محمد انت ما كنت موجود مع الفريق؟ ما كنت طبعا. كابتن علي كنت موجود مع الفريق؟ لا، بعد ما السنه اللي صعدوا فيها وبدوا فيها في دوري زين. نعم وقتها شاركت مع الفريق. وقتها شاركت بس من البدايه. بس ما كنت تعرف كم النقاط تقريبيا؟ تقريبا 60 نقطه. 60 او 57، هذا الخيارين. ها كابتن محمد ادينا خيارات. ما في خيارات. ما في خيارات الا ان كان الكابتن وليد يسحب السؤال. لا ها كابتن وليد تسحب السؤال؟ الدوري الثاني. لا مره التاريخ اللي معك سالم. ما انا متاكد. بين اجابه نهائيه اخذ عشان بس ننتقل للسؤال الاخير. تاريخ هذا اصعب سؤال. 57 إجابة نهائية. 57 إجابة نهائية. ما تبغون تسحبون السؤال؟ بإمكانكم تسحبونه يا جماعة، 50 نقطة له. إحنا ممكن نسحب بس ما إحنا عارفين الإجابة. طب عادي اسحبها وبتخسر 50 إذا ما تعرف الإجابة. طيب جواب نهائي؟ طب قرب سحب. طيب ها قرب. مو انت تقرب قبل. ما ادري يمكن تجيك الاجابه من هنا. ابغى جواب اخير والله جد عشان نحسمها لسه تو الجوله الاولى، يمكن تخسر، يمكن تفوز الجوله الاولى لكن تخسر الجوله الثانيه. شيء زي كذا في 40 صدق. 87 تكون مستحيل. ما جالس ما جالس اسمعك زين. دوري الاسباني. ها كم؟ عطني جواب اخير. 50 ها؟ انت يا فوق يا تحت ما في نص. ها جواب نهائي 50. طيب كل الاجابات خاطئه. هارد لكم. 58 نقطه. يعني كنتوا قريبين. 58 نقطه بالضبط. الى الان هم ثابتين عند 40 نقطه كابتن محمد سالم في الجوله الاولى. انتم لديكم 60 نقطه والان السؤال الاخير عليه 50 نقطه. عندكم 60 والان السؤال الاخير عليه 50 نقطه. السؤال يقول تعرف الكابتن عيسى المحياري معروف جدا لدى جماهير الوحده وجماهير الكره السعوديه. السؤال يخص الكابتن عيسى المحياني لاعب نادي الوحده السابق. كم عدد الاهداف التي سجلها عيسى المحياني مع الوحده فقط؟ مع الوحده فقط.
بالثلاثينات تتوقع ولا تبقى مع الوحده؟ كابتن عيسى المحياني عارفين كم هدف؟ اتوقع في الثلاثينات. اسحبوا السؤال على 50 نقطه بس نحاول نفتكر شيء بس ما لا. فعليا قربتوا من شيء ولا نهائيا؟ لا لا نهائيا فما تبغون تغمرون؟ لا يعني ننهي هذا الموضوع اكثر من الثلاثينات تحتفظون بال 40 لدي 60 نقطه كم؟ اعطوني رقم نهائي. كابتن عيسى المحياني يعني ما شاء الله جاوبت على كل الأسئلة، هذا السؤال الأخير. نعم مع كابتن جاب هداف. أعطني إجابة واحدة، أبغى إجابة نهائية حتى تحسم. والله أعتقد أنه من أصعب الأسئلة بالنسبة لكابتن وليد ورفاقه. أعطينا رقم. 45. كم؟ 45. 45 كم؟ ان شاء الله 45. كم؟ ان شاء الله 45. سالت كم واحد، انا قلت يمكن تغيرون. كم؟ طيب دقيقة. ما عندك اجابة تخدمني. عندي اجابة؟ هارد لكم. هذه اجابتي. نعم. في اجابة نهائية؟ جاوبتي. هارد لكم. في اجابة نهائية غيرها؟ 60. خلاص. 72 هارد لكم. هارد لكم، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. الله. الفقرة الأولى 60 مقابل 40، يعطيكم العافية الكابتن وليد. الآن الكابتن وليد فاز في الجولة الأولى 60 مقابل 40، يحق للكابتن وليد محبوب وحتى أعضاء الفريق أن يستشيرهم باختيار الفقرة القادمة. كابتن المنافسة القادمة نخيرك من خيارين، فرفيرة إذا أنت فنانة ورفاقك فيها، أو الهوكي. فأنت وش تختار؟ تبي تستشير؟ نعم استشير، لأنه مجبر الأخ محمد سالم وزملائه بالخيار اللي أنت تختاره بما أنك فزت في الجولة الأولى. نعم. وش تفضل كابتن محمد سالم؟ ايش افضل؟ اخاف اقول ما يختار. اي معناتك فاهمها صح. ها؟ تكتيك صح. اختار. ها؟ اكيد؟ يفاوضك. عندك الاختيار. يقول انا اختار. يفاوضك. كابتن محمد انا لو تبغى العب معك بولينج العب. يا سلام على التحدي. كابتن محمد صفقة 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 صفقة. شوف كابتن محمد بس عشان بس ننوه بس بالاخير، هو قال لك اختار انت بس بالاخير القرار النهائي له. فبكيفك كذا بيفوز؟ انا بشوف ايوه ايش ساتفوق. يلا بس عشان ما عندنا وقت في الجوله الاولى. ساتكون حتختار اللي انا اقوله؟ قول. فرفيرة. فرفيرة. يا سلام على التحدي. نروح للجوله الاولى بين الكابتن وليد محبوب ومحمد سالم. حياكم الله مشاهدينا في ثاني فقرات برنامج دوري الرياضية. هذه الفقرة اللي اختار فيها الكابتن وليد محبوب لعبة الفرفيرة بعد ما خير الكابتن محمد سالم، كان جدا مرن. ابغى اشوف التحدي لوين يوصل مع الكابتن محمد سالم. كابتن وليد محبوب نقول لك الف مبروك الفوز في الفقرة الأولى، لكن بس عشان نوضح المشاهد أنت لك ميزة في هذه المواجهة، بإمكانك أن توقف الكابتن محمد سالم أثناء اللعب 30 ثانية خلال مجريات الشوط الأول والشوط الثاني، وعلى كل هدف 10 نقاط، والمجمل العام الفائز في مواجهات الفرفيرة يحصل على 50 نقطة إضافة لأهدافه. اتفقنا؟ واضح الشروط كابتن محمد سالم؟ واضح. نبدأ؟ طيب من ترشح لنا كابتن وليد في الجولة الثانية؟ أرشح الأخ سالم. ومين؟ وأنا طبعا. تمام، كيفك بالفرفيرة؟ في الملعب ما يحتاج. كويس ان شاء الله. وكابتن سالم انا
اكتسب خبره من كابتن وليد. والله جميل والله جميل. ثقه ثقه سالم. طيب محمد سالم، كابتن محمد من راح يلعب في الفريره؟ كابتن علي واخوي عدنان. وانت؟ طيب درب. اللهم ما شاء الله كويسين مره. يقول لك كابتن وليد مدرب. ها بوجه من برب حاول يعني. يلا كويس بس بوجه. طيب يلا كويس، تفضلون تفضلون ونشوف من اللي راح يحسمها. على كل هدف 10 نقاط. كيف الثقه يا كابتن محمد سالم؟ والله واثق فيهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. كابتن علي وكابتن عدنان كابتن وليد كابتن سالم راح تبدا مواجهات الفرفيره. على كل هدف 10 نقاط. جاهزين نبدا؟ نسمع تحيه من الجمهور. تحيه سلام. تفضلوا. ها كابتن محمد مالك الفرفيرة؟ والله يعني بس كل ثقة إن شاء الله في سالم ووليد إن شاء الله. عارف 10 نقاط هي سهلة. ساتر أكيد. إيش بقى؟ هدف. ها سلام سلام. 60 50 محمد سالم إيش اللي يصير؟ لا بس مو زي كذا صح. أنا واجي بس نلعب بجد يعني. بس شايف كيف؟ وفوز ما شاء الله عليهم. طيب الآن كم؟ 10 نقاط لك. 60 60 50. والله بصراحة هذا اللي يحتاج له تعليق. ها كابتن متحمسين فريقي ما عليك ان شاء الله. والله حتى كابتن وليد محبوب بس ما ندري هو لاعب هجوم بالفيرة ما يعوايده في الملعب. شوف كيف 10 نقاط الان لصالح كابتن محمد سالم. كابتن عدنان كيف شايف الوضع؟ تمام. اوه 10 10 تحيه. 10 10 في الجوله الثانيه. احنا لسه في الشوط الاول في الفرفيره. كابتن سالم والله دفاع. يا سلام. طيب الان 20 10. ها كابتن محمد لا بيرجع ترى بامكانك توجه انه يروح دفاع ويرجع علي هجوم. لا ما عليك ان شاء الله هم ماشيين كويس بس والله الشغل مو سهل. 20 10 الكابتن محمد سالم. الان 70 50. سلام سلام سلام. 70 60. اوقف واحد 30 ثانيه. توقف واحد 30 ثانيه من الان؟ نعم. طيب مين توقف؟ اوف عدنان. واضح تغيير؟ واضح في تغيير؟ يمديك تغير من يوم ما يمديك تغير. علوش يمديك يغير. تبغى تغير؟ لا بس هو بس وقف 30 ثانيه. ايوه هو حيطلع انا هلا. ها؟ هو حيطلع انا هلا. وقف عدنان. لا هو وقف عدنان. ايوه خلاص تنتظر عدنان استريح. محمد ايوه طيب. وعلولي يستريح انا العب من مكان علولي. ايوه يلعب علولي جالس يستريح. اي تفضل عدنان. في وسطات خلاص نبدا. خلاص في وسطات. واحد منكم يجلس يستريح. نبدا جاهزين؟ بسم الله. 30 ثانيه تفضل. اوبا يا سلام كابتن محمد سالم. ها سلام يا سلام يا سلام. الوحده الوحده. 30 10 كم باقي ثانية؟ يا دخل ولا؟ مش ها لا لسه لسه لسه. كابتن محمد انت عارف انك لحالك؟ اي والله خلص. ثمان ثواني. ست سبعة ثم أربعة ثلاثة اثنين واحد تفضل. الآن كم عندنا؟ كم نقطة؟ أربعة اثنين. أربعة اثنين 40 20. يا سلام يا سلام. الى الان كابتن محمد سالم كيف شايف الوضع من يوم ما دخلت انت ما في الا يتسجل فيك اهداف؟ لحالي كنت. ها لحالي. يا عذر عذر. يلا عذر نشوف. ها كابتن علي وراك زعلان. ها كابتن علي وراك زعلان. لا ماني زعلان بالعكس مركز. انت زي المدرب اللي يسحب اللاعب المميز ولا؟ ها في ضغط في ضغط على محمد سالم. لا عندي ثقه عندي ثقه بنرجع. عندك ثقه. 40 20 يا بنرجع. 40 20 الان. اللهم صل على محمد. سلام. 50 20 50 20 للكابتن وليد. باقي 30 ثانية نبدل ونروح الشوط الثاني. جيب واحد بس. 30 ثانية. الآن 20. كابتن محمد سالم. واحد أنت مركز إن عندك 20 نقطة فقط الشوط الأول. 10 9 والله 60 نقطة. باقي 5 ثواني 5 ثواني. تجي تجي 4 3 2 1 ستوب. طيب محمد الشوط الأول بس نعلن للمشاهد
الشوط الأول 60 نقطة للكابتن وليد محبوب فريقه. الشوط الثاني كابتن محمد سالم 20 نقطة. يلا نبدأ الشوط الثاني. يلا بدل كمل سالم. لا المواقع طيب يلا كابتن نبدأ. كابتن وليد جاهز؟ اوكي جاهز. 60 20 تفضل تملك 60 نقطة. اوبا بسم الله نبدأ. كابتن علي انتوا الان خسرانين ما يفارق 40 نقطة فقط في الجولة الثانية. لا نجيب محمد سالم وعدنان سالم. جبنا محمد سالم جبنا جول بس تفضل. الفايز يحصل فوق النقاط حقته 50 نقطة يا كابتن. كابتن محمد حاول انك تسجل اذا اردت التعويض. خلاص عاد هو خير انت بالصدق. الارضية نازلة الارضية قاسية. ايش رايك بالعذر كابتن علي؟ خلاص الارضية قاسية ما شاء الله. في 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 عندك كورة. في عندك كورة جاهزة ما في توقف. لازم ما في توقف. شوف الارضية نازلة لازم تشبك الملعب. يلا بس بصراحة واضح ان الشوط الثاني اصعب على الوحدة ولا؟ نعم اكيد. نشوف كابتن سالم. واحد يا عيال قول واحد. محمد محمد كابتن سالم محمد كابتن سالم يعني ما في شيء تسولف. ثقة هاي ثقة. تغيير؟ تقدر تغير تقدر تغير. كم الآن كابتن وليد؟ شاركت بس قربت عليهم. سبعة 70 نقطة حاصل عليها الكابتن وليد مقابل 20 نقطة للكابتن محمد سالم. تفضل كابتن محمد. تعرف انه الان 70 نقطة للكابتن وليد مقابل 20 اكتسحنا. هو خيرك قال لك تبغى فورفيرا ولا هو الشباب عندي هم الافضل في الفيرا. طيب ما شفنا شيء قدمته في البداية بس الى الان ما في شيء. الارضية نبغى تحليلك. نبغى تحليلك للمباراة. الارضية نازلة لان الوقت يمضي. ها كابتن محمد ايش تقول؟ الارضية نازلة. الارضية نازلة شوف. ها كم؟ والله ما في وقت. 80 للكابتن وليد محبوب. لا احنا جالس نسجل 80 لا لا احنا اللي نسجل هدفين لنا. 40 40 مقابل 70. طيب حلو. طيب جميل جدا. 70 للكابتن وليد محبوب و 40 للكابتن محمد سالم. حلو. باقي وقت. باقي ما عليك. يلا باقي وقت. باقي وقت. جهاز جهاز. نذكر بالنتيجه. لا لا خلي 70 للكابتن وليد محبوب و40 نقطه للكابتن محمد سالم. 50 قربت النتيجه. سالم قربت. 50 الان 50 مقابل 70. 50 مقابل 70. باقي فقط جولين وما في وقت. في وقت. في وقت. في وقت. كيف في وقت يا كابتن؟ عشان ما يتوتر. عشان ما يتوتر. كابتن سالم كابتن محمد. والله الشوط الثاني الفيصلي شادين حيل. باقي دقيقتين. كم تتوقع كابتن محمد سالم؟ تعادل. تعادل. تتعادلون؟ تتعادلون بتجي النقاط نفسها بتروح 50. اي مو مشكلة في ما عندك مشكلة؟ اي انت خسران في الجولة الأولى كابتن. ان شاء الله نعوض في الجولة الأخيرة. باقي جول. باقي جول على التعادل. يلا 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 يا شباب. يلا وليد نزلت اللياقه في الشوط الثاني ما ادري ليش. عشان هو الطقم احمر. عشان الطقم احمر. ايوه. طيب الان الفرق 10 نقاط جول واحد فقط لكابتن محمد سالم. والله في طحن لدرجه ان مكان الفرفيره تغير. يا الله يا الله. 80 مقابل 60. سلام. 80 مقابل 60. 90 الان 90 مقابل 60. باقي دقيقه او اقل من دقيقه بعد 40 ثانيه. الله اكبر. 100 100 كابتن. والله رجعت اللياقه ما شاء الله من جديد. رجعت اللياقه من جديد. لا استوعبت بس الطقم. بس اللون بس عشان 30 ثانيه. ايوه كم لكم؟ 60 خطر. 70 70 15 ثانية. ها كابتن الآن 100 لكابتن وليد و70 لكم. 5 ثواني 4
ثلاثة اثنين واحد ستوب. يعطيكم العافية. تفضلوا كباتن. كل واحد في مكانه. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الكابتن وليد محبوب فاز في المرحلة الثانية من جديد. والكابتن محمد سالم نقول لك هارد لك للمرة الثانية، لكن ربما تحسمها في المرحلة القادمة. نذكر الآن بالنتائج. كابتن وليد محبوب في المرحلة الثانية فقط حققت 100 نقطة، 110 أقوال في 10 نقاط، 100 نقطة مقابل 50 نقطة إضافية حصلت عليها، 150 نقطة فقط من الجولة الثانية. ألف مبروك لك. الله يبارك. الإجمالي كابتن لك 210 ما شاء الله، رقم قياسي. الحمد لله. رقم قياسي ولا لا؟ رقم قياسي يحسب لك. طيب كابتن محمد سالم 70 نقطة فقط حققتها في الجولة الثانية مع 40 في الجولة الأولى، تقريبا كم كلها؟ 110. كم الفارق بينك وبين المنافس؟ 100 نقطة. طيب تقدر تعوضها؟ ابدا ما طلعت من المنافسة. تدري كيف تعوضها؟ راح اشرح لك الان في الجولة القادمة. الان الجولة القادمة طبعا راح يختار الكابتن وليد محبوب بين خيارين. الخيار الاول بلاي ستيشن او اكس بوكس جيم تلعب، اوكي؟ فتعطيه خيار زي الجولة الاولى بامكانك، ولكن على كل جول يسجل 10 اهداف، على كل جول 10 نقاط، والفائز ياخذ له 50 نقطة. لذلك اذا حققت انت 6 اهداف، تمام؟ 6 اهداف فزت في النتيجة، 6 اهداف، 6 5 ايا كانت 6، تاخذ 50 نقطة اضافة ل 6 اهداف، 100 تعتبر 110، ومعاك اساسا 110 معناته 220 وتفوز على الكابتن وليد محبوب. تتوقع انها صعبة؟ 6 اهداف صعبة. صعبة؟ ليه صعبة؟ بلاي ستيشن كابتن ما شاء الله يعرفوا يلعبوا بلاي ستيشن، يعني مش يعني كان بينك اصلا انت والكابتن قبل كذا بلاي ستيشن؟ لا لا بس سمعته انه يعرف يلعب كويس. سمعت. طيب كيف يعني بالاكس بوكس؟ لا ما قد شفته. طيب وش رايك؟ طيب شوف كابتن، شوف معلش انا بجلس عشان بريح معك، اوكي؟ استاذن المشاهدين بجلس وخل ناقشها كذا على السريع، اوكي؟ 6 نقاط قادر انك تجيبها بالجوله القادمه غير الفوز؟ هي قادر بالفوز ان شاء الله. يعني 6 اهداف تجيبها على الكابتن وليد ولا لا؟ لا بجيبها ان شاء الله. طيب بيني وبينك خلينا انا والله ودي اساعد الكابتن. لا ان شاء الله خسران ان شاء الله، اوكي؟ لذلك مين ترشح يلعب معك؟ هو في الاخير القرار له، قرار له في الاخير كابتن، عشان تكون في الصوره. اتمنى يعني انت اتمنى. اي اتمنى. يلا اتمنى شيء، يمكن هو يعطيك الخيار هذا. اتمنى يلعب معي وليد. انا انت بتلعب؟ انا بلعب. انت بتلعب؟ والله تحدي كابتن وليد. تحدي قوي هذا. ها ايش رايك؟ نلعب. ليش تنزل انت تلعب؟ نلعب. طيب لانه هو يحتاج واحد فقط، يحتاج واحد فقط في البلاي ستيشن. فانت ايش قررت؟ بين البلاي ستيشن او الاكس بوكس؟ خيار لك كابتن، ولكن اللي يلعب واحد، يا انت يا سالم يا محمد، مين تختار؟ اولا ايش اللعبه اللي تختارها، بلاي ستيشن او اكس بوكس؟ خلاص بلاي ستيشن بما انه ما يعرف اكس بوكس. ما شاء معاك المره الثالثه. بالله كيف معاك؟ والله تحدي. تحيه. طيب مين هو يتمنى وليد محبوب ينزل معه؟ خلاص في الميدان نلعب معه. والله ايش الخيارات المتاحه ذي؟ تستاهل. طيب تحيه. ونروح الان مع المشاهدين، مع الكابتن وليد محبوب ومع الكابتن محمد سالم، والفارق الكبير بينهم 100 نقطة في آخر جولة للبلاي ستيشن. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا في اخر فقره من فقرات برنامج دوري الرياضيه. هذه الفقره اللي شرفنا فيها الكابتن وليد محبوب والكابتن محمد سالم. انتهت الفقره بفارق كبير للكابتن وليد محبوب ب 100 نقطه، 210 مقابل 110، صح كابتن علي ولا لا؟ صح 100 نقطه. قادر الكابتن محمد سالم يعوضها ولا لا؟ الله، ها كابتن علي الثقه فيك حد بلاي ستيشن. ثقه فيك. طيب كابتن سالم كيف تشوف الاوضاع حتى الان؟ والله املي في الله كبير ثم في وليد. جميل جدا. اتوقع اخش في تحدي واقول ما حيفوز. زملاء الكابتن وليد عبد الله ينتظروا، عفوا زملاء الكابتن وليد محبوب انتظار الكابتن، وايضا زملاء الكابتن محمد سالم ينتظرون ان تنتهي المباراه لصالحهم. نشاهد هذه المباراه مع معلقنا المختلف نهائيا في دوري الرياضيه. المسابقه في هذه في هذا البرنامج تصل ل 250,000، نشوف من اللي يتاهل يكون نفسه طويل في دورينا. ننتقل للدوري بين الكابتن وليد محبوب والكابتن محمد سالم في البلاي ستيشن. تفضل كابتن. إذن أصدقائي المشاهدين عشاق الساحرة المستديرة، أهلا وسهلا بكم. اليوم دوري عربي لاتيني، لا مباراة قمة، مباراة انتصار بعد تحدي العقبات. وليد محبوب سفير مكة اللي حب يسموه وعطوه القاب، وياما تبعوه وياما عشقوه. وبالمقابل محمد سالم القوة الضاربة هناك بالقوة الجسمانية تبقى عنيد كابيتان الفيصلي منذ عقود، واليوم يتواجد هنا في هذا الاستوديو. مباراة الحصر، مباراة قمة، محمد سالم بفريق النتريجوني، الفريق المعروف في بلاد اسبانيا ريال مدريد، الفريق التاريخي. الآن أول كورة رونالدو، هادون صفحة سنور يمشي كورة، لكن الحياة البشرية يعطيك باص، والشكر متواصل ليك يا مصعب على التالق. مباراة قمة، مباراة برسا تنفس، مباراة برسا تبهير. يمشي كورة حط على الار بي جي، اعطيها لارتو. وليد محبوب مضغوط نسبيا معنويا، يفكر انه زميله محمد سالم مش عارف يلعب الكمبيوتر. شنو هو؟ شنو محمد سالم معروف بكمبيوتره، ولكن يعطيك خلفيه لانه يداعب الكمبيوتر، يفكر بالكمبيوتر، يسحر الكمبيوتر. الله يا محمد سالم، هات نظره لوليد، قل له انا عارف انت ما تعرف تلعب كوره، شنو هو هذه كره كمبيوتر، كره بلاي ستيشن او عن طريق اليابان؟ حديث الكوره، اسماء الكوره، ايام الملاح وتكتيكات ريال مدريد، ولكن محمد سالم فريقه الريال مدريد الاسباني. امشي كوره، وليد محبوب يعرف نسبيا بايرن ميونخ طريقين، وسنين الراخة حتى عن كرة ليون ريفن، حط كورة عن طريق ريال مدريد، يمشي كورة كونتر اتاك صعبة جدا. هذه المباراة مباراة برشا تنفس، مباراة مضغوطة، مباراة متكلمة، مباراة على السلاح الأبيض. اليوم ديربي نار، مباراة ستتكلم على السلاح الناري. يمشي كورة مدريد، أربع خمس لاعبين مضغوطين، كل كرات فريق البايرن ميونخ تمشي هدر. هذه كرة صناعة ثانية، لو ضاعت باي باي محمد سالم، لو ضاعت باعت الباي باي مش ممكن. سجل سجل، لا هي ضاعت الكرة. هيدا كرة منطقة عمليات، هيدا السلاح الأبيض لفريق مدريد، هيدا تكنيك، هيدا تفكير، هيدا الترجيب. ولكن معركة يوم المعارك، ديربي القمة وديربي الأبطال هنا بين ماين بانجين على بايرن ميونخ والفريق العربي الأوروبي ريال مدريد الأسطوري. حط كرة، امشي كرة، الوقت برشا يدور، الوقت برشا يكون، نحبك بزاف. فات التوزيع والتوزيعة والضرب بالراس، والحارس نفاس نفاس السفاح ينقذ فريق ريال مدريد على تحدي عقبات الدقائق. أول دقيقة تمر، ثاني دقيقة عقبات، دقيقة الثالثة انتصار، دقيقة أربعة تحدي الوجوه، دقيقة السابعة الفيصلي مع محمد سالم ينفس بين النفسات، والكرة برشا دور. امشي كرة باش يتقدم، باش مدريد قوي جدا مع محمد سالم على كل لغات العرب، كل لغات العالم. محمد سالم لا يستسلم، لا يتراجع، لا يتفنن الا في الدقائق الاخيره، لكن ديما نشوفه وليد محبوب، حبوه العالم، سموه انه محبوب، نادوه محبوب الملايين، ولكن بالبلاي ستيشن وليد غير. امشي كوره، حط كونتر اتاك، اديني وديك. هذا بايرن ميونخ، بايرن ميونخ، يلا وليد باش يجيب هدف اول. لكن مارسيلو برازيلي حب القابو، جنسيه برازيليه من بابا اوروبي، على ضغوطات هنا في ملعب التاريخي
أستاذ السانتوني بلادي سانتي تينون على معارك الكوبان. امشي كورة حتى دقيقة أولى عن طريق أول كونتر أتاك. الدفاع باي باي. يسرع كورة. سجل سجل. يضيع كورة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش معقول. ماذا يحدث؟ سيناريو آخر. ديربي آخر. مباراة قمة. مباراة تحدي العقبات. مباراة تبديل. الآن تبديل. لا ممكن ضربة كورنا. ضربة كورنا للفريق الضخم فريق مدريد. امشي كورة باش يلعن الروس باش يلعن الروس. لكن ضاعت اول كورة وضاعت الثانية مع المونديال مدريد. لاروخا لاروخا لاروخا. ماذا يحدث؟ المنينجي سيد الملوك ولكن بالمقابل وليد محبوب ضاع المونديال. ماذا يحدث؟ البلاي ستيشن باش يفكر في نفسه باش يرجع نقاطه باش ينفس اوقاته باش ينفس. لان اوت اوت. الحكم التاريخي الاستاذ رايا يصفر مع الاستاذ صفاره. الاول لينين والثاني محمد سالم. الله باش هذا اللاعب فكير مفكر عربي. يا محمد سالم لا تدع الانتصار لا تدع وليد يسجل. وليد يقول له لا لن تسجل لن تسجل. معروف انا معلم في الكمبيوتر انا معلم. رفقائك وضيوفك واصحابك واصدقائك اليوم ساندوك في الاسئله والاخر فما مسانده في لغه الفرفيره. ولكن انا معاند انا شبيه الحلقات انا مقاتل هنا في البلاي ستيشن. امشي كوره باش واحد اثنين اعطيني وديك. كنترولات انتصارات 2010 كتابة البلاي ستيشن و2011. ياسر محمد سالم. يا محمد اضرب اضرب يا محمد سالم. فحسرة على كورة كانت باي باي. كورة تذهب صدر محمد سالم. يقول لك يا وليد الله خارجك الله خارجك يا وليد. ممكن الكورة الجاية مش تمشي مني. لا والله لا لا. محمد سالم يقول له يقول له مشاور يقول له يا وليد انت في مكه ومكه معروفه بالبلاي ستيشن ولغه البلياردو والاحداث. ولكن رمضان شهر الخير مش يخش فينا مش ندخل فيه. ولكن كله فرفيره والاخر ولا بلاي ستيشن. صوت الاول صوت اللاعبين صوت الاول صوت الانتصار. سرعه سرعه الله سباق العدائين. مدريد مدريدي. هذه توزيع هذه لمين هذه لمين يا محمد سالم؟ هذه الكره لمين لمين؟ يا باش يوزعت كرة ولكن كرة عدات مهاجم غايب. المدافع ممتاز. كرة باللاح كرة بانتصار كرة بتفنين. بايرن ميونخ مضغوط 0-0. اوقات برشي تمشي قدام. دقيقة 40 صفر للصفر. دقيقة 41 مباراة العينات. مباراة من سيغني من سيمول. مباراة من سيتكلم. مباراة من سيغادر. مباراة من سيهدد بالاجوال. هل محمد سالم سيسجل 6 جوال وينهي مسيرة الأحداث مسيرة التكناك مسيرة التسجيل مسيرة الأفراح. ولكن وليد محبوب أيام يا حبوه أيام يا ساندوه وأعطوه الستار الأبيض ستبقى لمكة عريس والآخر يبقى للفيصل السفير. امشي كورة سندباد الكرات مدريدي سندباد الكرات. هذه كورة منطقة عمليات لو ضاعت خلاص. سجل 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 سجل. يا الله الله أكبر عليك يا ولد يا محبوب الملايين يا ولد يا عاشق الملايين. يا كورة ممتازة. خش يا كورة إني استاذنك. خش يا محمد سالم. سجل أول كورة. افرح يا محمد فلتندم يا وليد. ماذا حدث؟ سيناريو من الأجوال. ليلة تاريخية. وليد يخسر ويقول يا رب يستر. مباراة أفرح مباراة تسجيل مباراة تكنيك مباراة تفكير مباراة رونالدو غايب مباراة روبن حاضر. هو بالمقابل هناك ريبيل عريس الفرنسي. برسا يدور كورة. شوط أول ممكن مش يولي أوقاته. شوط الأول مش ممكن يقادر. ولكن انتهت شوط المسميات انتهت شوط العاشقين. شوط أول شوط اللاعبين فممكن شوط الثاني شوط وليد محبوب أو ممكن يكون محبوب وليد. اسمه ولقبه محمد سالم خطير. حذاري منه يا وليد حذاري منه. ممكن عدة الفرس وممكن لحظة الباي باي. يبقى بين البلاي ستيشن وينشرون عبر العقبات. تمشي كرة الآن مدريدي مدريد الآن بعد أول تسجيل. محمد سالم فرحان ليس زعلان. بالمقابل وليد محبوب يقول له انا وش جابني مع البلاي ستيشن؟ انا خبير في الاسئله كنت معلم ومدرس في لغه الابتدائيات من ثم مخالفه. استاذي في رايه في رايه في رايه مرفوعه. لا بايرن ميونخ وليد اعطاهم عرقله
ووقف في مسيرته الان الدون صاروخ التومادرا صاروخ التوماهوب يمشي كرة هذا روبن باليسرى كنترول حتى عن طريق نفاس يمشي كرة سيرجو راموس هو الكابتن والسيد الاعظم لفريق مدريد يمشي كرة حتى الوقت باش يدور يا وليد يلا سجل ولتفرح الانصار يا وليد سجل لتفرح الابطال سجل لكي تناظر وتتابع الابطال هناك في كوس العرب وهناك في مكه ام القرى الشرائع تنتظر وهناك بالاخرى ام الحبايب دار الاوطان مشي كرة كنترول حتى عن طريق البيبان حتى الجولدن بوي الصراحه مطلوبه الله الله الصراحه ببلاجيري محمد سالم يقول له يا الله شنو مدريد عندهم سرعه هنا اختار فريق المدريد ولكن برمنشن عنيد الماني قادم الماني قادم كنترول حد بالراس هيا 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 ضاعت الثالثه يا مول ضاعت الثانيه الثالثه الرابعه ممكن نعدي العقبات ماذا يحدث محمد سالم يلعب بالنار ووليد محبوب ممكن ضحى بنفسه من اجل باير منشن ومن اجل احبائه هناك في مكه امشي كوره الله مباراه اليوم برشا جنان مباراة برشا جنان برشا حتال مباراة برشا ختام مباراة برشا يعطي كورة استنى كورة هيا الثالثة الثالثة يطرب لها ضعيفة يا ولد مش هتعدل رجلك مش هتعدل رجله هذا ممكن يحتاج تغيير يحتاج تبديل يحتاج تنفس اصطناعي واكسجين طبيعي هذه كرة قادمة ممكن جول عمل برازيلي عمل عربي والثالثة ضاعت يا وليد ماذا يحدث الله 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 ختام الاجوال مباريات التفنين هذه لو شوف الثاني شوف الثاني كوره على الطبق من ذهب ويضيع وليد وليد مش تكون موجود في هذه المباراه مش تكون معاند لمحمد سالم ماذا يقول محمد سالم فاز في هذه المباراه يقول له اضرب والثالثه تسجيل ابداع كوره في الشبكه جيبها لو تقدر جيبها امسكها محمد لو تقدر امسكها شدها لو تقدر شدها خرجها لو تقدر خرجها لا ما تنجبش لا كوره ما تنجبش كوره ما تتعدلش كوره ما تقدرش صدها ما تقدرش ولكن وليد جاب التعادل الاجابه بالعمل والجود والامل ولكن وليد محبوب لا يستسلم ابن مكه وعريس الكوره وسفير الاحباب وعاشقون الاسماء والقاب ومسميات مباريات برش حتام مباريات برشا التعادل اليوم التعادل لا شك من سيتنفس القسم على اثنين لا مش مرغوبه خلاص الدون الدون خلص اوقاته الدون برشا ساعه يدور برشا كنترول باي باي اول كوره ثاني كوره تنفيذ والثالثه تخريس والار 2 غير مصوب والار 1 مش مضغوط يمشي الكوره بارمنسون الان حصار الجمهور يريد الابطال الجمهور يريد التفنين الجمهور يريد الفرحه اما لمحبوب مكه واما لعاشقين الفيصلي محمد سالم العريس الله مباراة جنان مباراة طبق على الذهب السيناريو يدور من سيستسلم ولا يخل الجمهور المرتعب جمهور شيب والشيبان رجل ورجال طفل واطفال كلهم مشاهدون عبر الساحل المستديرة هنا في هذه السهرة هنا في هذه القمة هنا في مباريات برسا جمال امشي كورة هين كنتم 2010 2008 يا سالم لا شاور شوف شوف يشاوروه برشا يشاوروه وبرشا يكلموه خلاص منطقة العمليات خلصت الأجوال خلصت الأحداث الله على الحظ العاصر لمدريد الله على حسرة مدريد كيف يضيعون كيف يسجلون كيف يبتعون ولكن أقدام يابانية يمشي كورة رونالدو بالبلايستيشن الحارس يخلص الله على القفزة خلاص الكرة ما زالت معاهم ما زالت في منطقتهم ما زالت في عمليتهم دقيقة 76 كأن أحداث أكتوبر 85 وكأن لحظات منصف هناك بين إيطاليا وبين سهرة الأقدام اليوم 2001 انتهى ولا 2004 راموس راموس يريد التكرار راموس يريد التكرير مرة أخرى ماذا يحدث حصار للفريق الذهبي الألماني بايرن ميونخ المحاصر بايرن ميونخ محاصر ومدريد مهدد بالتسجيل من يسجل من يفرح يمشي كرة قدام ببلاجيري ببلاجيري حتى حتى والحارس حتى قدامه ولكن يا وليد لن تتخرج من هذه المهنة لن تخرج من هذه المباراة بسليم لن تخرج لا محمد سالم موجود محمد سالم يقول له لا ما شفتش موجود يمشي كرة حتى كرة ممتازة عن طريق الرؤية الرؤية بن عطية ممتازة حتى كرة امتياز عن طريق السرعة بارمنشن يلا اثنين ثلاثة هذه يصلح كرة يصلح كرة ولكن ماذا يحدث ماذا يحدث لا إمكانية تاريخية
بايرن ميونخ كان عنده فرصه يسجل ولكن ضاع مستقبل المونديال وحسره الكؤوس على الكاس الغالي. هي نتائج والنتائج وارقام والارقام بيضاء. مباراه المانزا اوف مانش ولكن من سيكون الافضل ماتش هنا بين الحكم العربي هنا البحريني والسعودي لا يتكرر. ذكريات كؤوس وكلمات ابطال بايرن ميونخ العنيد الالماني وريال مدريد الاسباني معركه يوم المعارك قمة تاريخية. مدريد لا يستسلم. امشي كرة مرة أخرى. مهاجمه غايب مهاجمه غايب. أين بنزيما؟ أين بنزيما؟ رونالدو لا يهرب. اثنين ضد ثلاثة يصارع المدافعين ولكن تماس تماس عبر فيفا 17 وعبر أحداث الكمبيوتر وعبر تكنيكي. نعم هنا تكتيكي عربي والفيروس الكمبيوتراوي. امشي كرة. لا مش يقدر يعبر مش يقدر يضرب يضرب ينفس مش تعدي رجلك يا كريستيانو. ماذا يحدث؟ سيناريو أجوال ليلة ذهبية على نحتة الكؤوس العربية. هنا توماس شيرا وهنا العربي الفرنسي. امشي كرة مانشافت عن طريق ألماني. ألماني هروب خلاص. باي باي مارسيلو مارسيلو باي باي. سجل 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 سجل. لا 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحظ العاصر مع وليد والحظ العاصر مع محبوب. ماذا يحدث؟ محمد سالم يلعب بالنار يلعب بالنار. محمد سالم لو سجل وليد بهذه الصورة ممكن باي باي وممكن تولع النتائج البيضاء. الساعة تدور والأحداث تتكلم. انتهت سيناريو ممكن وممكن ستكون الأحداث. شكرا لكم ونعود لنهاية المباراة بالتعادل والعودة للمتألق مصعب الصعيد. حياكم الله مشاهدينا مشاهدي برنامج دوري الرياضية في آخر فقرة اللي انتهت لا هي لصالح وليد ولا هي لصالح محمد سالم. انتهت بالتعادل ولكن الكابتن وليد كان مو محتاج خمس نقطة المتبقية والكابتن محمد كان محتاجها لآخر لحظة وقاتل لآخر لحظة لكن ما حسمت له. ونقول لكم هارد لكم ألف مبروك للكابتن وليد محبوب. اسمع له تحية الكابتن اسمع له تحية كابتن كابتن وليد 220 نقطة ما شاء الله تبارك الله. تحية كبيرة تحية كبيرة يستاهل. كابتن محمد سالم هارد لك 120 نقطة حصيلة مشاركاتك في كل الفقرات السابقة. نتمنى انك تشاركنا في أي مرحلة قادمة. احنا عندنا فرصة لأقل لأفضل خاسر نقاطيا شارك معنا ربما تكون أنت كابتن إن شاء الله. يعطيك العافية. كلمة أخيرة كابتن. احب اشكركم بصراحه على هذا البرنامج الرائع. يعطيك العافيه. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله وينعاد علينا وعليكم شارك كريم ان شاء الله باذن الله. والف مبروك للكابتن وليد. الله يبارك فيك. يعطيك العافيه. كابتن وليد كلمه اخيره راح نشوفك ان شاء الله في مراحل قادمه. مين تتوقع المنافس؟ والله المنافس ان شاء الله باذن الله يعني اي احد جاهز يعني جاهزين ان شاء الله. سالم محمد جاهزين باذن الله. جاهزين ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم التوفيق. الف شكر الف شكر لحضوركم ان شاء الله بانتظاركم المرحله القادمه. يبغى لها استعداد اكبر ها المرحله القادمه. اكيد الشكر لله. 22 نقطه ترى مي سهله حققتوها كابتن. صح اكيد الشكر لله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. رمضان مبارك. واقول لاخوي سالم والتيم هارد لكم يعطيكم الف عافيه. المنافسه كانت قويه وشريفه. فباذن الله باذن الله المراحل الجايه ان شاء الله نتمنى التوفيق لنا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. كابتن محمد سالم ربما نشاهدك مره اخرى. نتمنى احنا نشاهدك كل مره ان شاء الله. لكن ان شاء الله يعني نراكم في مرحله افضل انت وضيوفك الكرام. كابتن محمد ما يرضينا تطلع كذا بكل يعني في الاخير احنا كسبناك. هيئه الاذاعه والتلفزيون السعودي مقدمت لك جائزه ب 6000 ريال كجائزه ترضيه لخروجك المراحل التمهيديه. كابتن وليد محبوب سوف ترحل هذه الجائزة المرحلة القادمة ويمكن يحصل مبلغ أكثر لكن نتمنى لهم التوفيق. هذه المرحلة التمهيدية انتهت معك كابتن محمد. نراك إن شاء الله في مرحلة قادمة. يعطيك العافية. شكرا. مشاهدينا لسه احنا ما انتهينا. برنامج دوري الرياضية ما زال مستمر ما زال بضيوفه ونجومه مستمر.
مرحلة قادمة وحلقة قادمة نتمنى أن نشاهدكم مرة أخرى ومنافسة نشاهد من سيستمر معنا للمرحلة المتقدمة. فمان الله.